احنا قيمنا معناها الحكومه ذي كل المؤشرات معناها سلبيه، هذا فهمني مش تحدد انت الاولويات نتاع المرحله القادمه، وعلى ضوء تحديد الاولويات ما هي الكفاءات وما هي من سير السلك الكفاءات معناها فهمتني للمرحله المتبقيه اللي مازالت. نبهوهم احنا نحتج احنا نتفاوض، لكن اذا كان واصلوا في هذه الاجراءات ومش باش يتنازلوا هل عندنا اشكال نضاليه اللي يخولها لنا الدستور؟ ام راهو لن يخيفنا الناس اللي تحكي على الحكومه، الحكومه في تونس هي حكومه من بين حكومات. يوسف الشاهد معناها الى حد الان يبقى لابد اعطاء فرصه معناها لهذا الرجل. حسيت اني الرجل يريد ان يتقدم معناها خطى الى الامام معناها بالبلاد، فاحنا دعمنا رئيس الحكومه. الفتره نتاع الحكومه دي راهي انتهت، وانا نرى ممكن من الخطا اني اليوم باش نقولوا تحوير شامل في حكومه غير نقول اني لابد من ضخ دماء جديده. شوف الاتحاد العام التونسي للشغل شريك اساسي ومكون من مكونات وثيقه كارتاج ومن حقه يعطي رايه، اما التحوير الوزاري من صلاحيات رئيس الحكومه وتو ما فماش تحوير، رئيس الحكومة هو اللي قرر. سيد رئيس الحكومة أقول له من الآن ومن هذا المنبر يا سيدي، ما ناش ننزعوا فيك صلاحياتك ولا ننزعوا في صلاحيات أي